لا. طيب اليوم ان شاء الله راح نحكي على الداتا اكسبلوريشن. تمام. جيت في الباب الأول، احنا ايش اخذنا يا شباب؟ انتروداكشن. ايش اخذنا في الانتروداكشن؟ ايش الاي اي؟ تعريفات، خمس تعريفات. ايش هما؟ اي اي، ماشين ليرنينج، داتا ساينس، بزنس انتليجنس، بيج داتا. خمسة. تمام. وفي الباب الثاني ايش اخذنا؟ البروسيس. تمام. عرفنا ايش هي الخطوات، وحكينا انه في انا عندي مجموعه من الادوار، وكل دور ايش المهام المفروض انه هو يقوم فيها، وايش المفروض انه هو يسلم الديليفرابلز. ففي الباب الثاني البروسيس، حكينا على البروسيس نفسها ايش الخطوات، حكينا على الادوار، حكينا على ايش الديليفرابلز. تمام. هقد من الان فصاعدا ايش حتلاحظ؟ انه احنا كل خطوه من الخطوات اللي موجوده في الداتا ساينس بروسيس راح ندرسها بالتفصيل. تمام. نحكي عنها بالتفصيل. فأول خطوة احنا عندنا هي استكشاف البيان. لا، انت في تحضير البيانات ممكن انه انت ترتبها. تمام. بعدين اذا بتستكشف البيانات حنحكي انت ايش ممكن انه انت تستخدم ادوات في استكشاف البيانات. هما شغلتين، احصاء وصفي وفيجواليزيشن. بعدين في الفيجواليزيشن حنحكي لك ايش نوع الفيجواليزيشن اللي انت بدك تستخدمه. في الاحصاء الوصفي حناخده مع امثله. تمام. فهجيت مطلوب منك انه انت تستكشف البيانات. استكشاف البيانات وانت بدك انه انت تتعرف على الخصائص تبعتها. بدك تلبس طاقية وعدسة. تمام. وتستكشف البيان. ايش بدك تستكشف؟ بدك تستكشف الخصائص الرئيسية للبيانات. ايش هي الخصائص الرئيسية؟ اربع نقاط. اول حاجة الاستكشر تبع البيانات. بيانات هذه اللي انت تتعامل معها كيف شكلها؟ هل هي على شكل جداول؟ هل هي على شكل صور؟ هل هي structured؟ هل هي unstructured؟ semi structured؟ كيف شكلها؟ لازم تتعرف انه تعرف ايش هو شكلها. هذه اول خاصيه. الخاصيه الثانيه السايز، الحجم، حجم البيانات. طبعا بيفرق معاك في المشروع لما تتعامل مع مشروع فيه 10,000 سجل او مشروع ثاني حجم البيانات فيه 100,000، او مطلوب منك انه انت على سبيل المثال تتعامل مع unstructured data. ال unstructured data هذه على سبيل المثال زي الصور. بيفرق كتير لما تتعامل مع 1000 صوره، مشروع على 1000 صوره او مشروع على مليون صوره. فبالتالي حجم الايفورت والوقت بدك تاخده بعين الاعتبار بالنسبه لحجم البيانات. فعشان هيك انت لازم يعني تكون عارف متخيل قديش حجم البيانات بالضبط عشان تقدر انه انت تتخيل حجم المجهودات اللي انت بدك تعملها في المشروع. قد كذلك المشروع ممكن يكون فيه مصادر بيانات مختلفة. كل مصدر بدك تعرف الحجم تبعه قديش. انا عندي ثلاث مصادر، الاول في مثلا 100,000، الثاني 7,000، الرابع مليون مثلا، وهكذا. بعدين الكومبليتنس، قديش اكتمال البيانات هذه مكتملة، ما فيش فيها بيانات مفقودة. تمام. وآخر حاجة relationships، العلاقات. احنا هنا ما بنحكي على العلاقات المعروفة انت بالنسبة لإلك واللي يفترض تكون عارفها بشكل بديهي، اللي هي العلاقات بين الجداول في الداتابيز. لا، احنا بنحكي هنا على علاقات بيانات
من مصادر مختلفة. على سبيل المثال، أنت عندك البيانات تبعت القبول والتسجيل، نظام تبع القبول والتسجيل هذا عبارة عن database management system منفصل عنا في الجامعة. ليش فيه؟ في معلومات عن المدرسين وعن الجداول تبعتهم وعن الطلاب، ايش المواد اللي اخذوها سابقا، العلامات تبعتهم، ايش في معهم مواد، الجدول تبعهم. هذا عبارة عن عدة جداول موجودة في داتابيز معينة. وفي عندك نظام ثاني برضو انت بتتعامل معاه زي المودل اللي انت حتقدم عليه كويز بكرة، تمام؟ حاجات المودل البيانات تبعته مختلفة تماما، وهو عبارة عن داتابيز مانجمنت سيستم مختلف تماما، مش نفس الداتابيز تبعت القبول والتسجيل. حاجات شو العلاقة بين هدول التنتين؟ بتقدر انه انت تجيب العلاقة من رقم الطالب؟ من رقم الطالب. يبقى انا بقدر انه انا اجيب على سبيل المثال اعمل سجل كبير فيه ايش، معلومات من قبول والتسجيل ومعلومات من المودل من نظام التعليم الالكتروني، تمام؟ على سبيل المثال، مش احنا بدنا نحكي انه بدي ادرس تحصيل الطالب، ممكن انا اجيب علامات الطالب في مساقات معينه واشوف انه مدى تفاعله في المساقات هذه على المودل، هل هو بعمل كليك على المحاضرات بشوفها، هل هو بدخل كويزات، بقدم كويزات، بقدم واجبات. هذه المعلومات كلها بتنجاب موجوده في الداتابيز تبعت المودل تبعت التعليم الالكتروني. فانت بتجيب العلامات اللي حصلها من القبول والتسجيل والانتر اكشن اللي عمله على المودل، وبدك تحاول تعمل سجل كبير. هاي المقصود بالعلاقات، كيف انه انت تشبك بيانات من مصادر مختلفه، تمام؟ طيب كيف بدنا نستكشف البيانات؟ بدنا نستخدم الاحصاء الوصفي descriptive statistics. انا لما اسالك عن شخص انت بتعرفوش، بتقول لك تعرف فلان، لا ما بعرفوش بس يمكن اكون بعرفه، يعني اوصف لي اياه. بقول لك طويل وعامل شعره زي هيك ودائما بلبس جاكيته لونها كذا، فبالتالي بالاوصاف هذه انت قدرتها ترسم في مخيلتك الشخصيه هذه وتتعرف عليها، تمام؟ فعشان هيك احنا بدنا نستخدم الاحصاء الوصفي عشان نوصف البيانات. كيف شكل البيانات؟ ايش الميزه تبعت الاحصاء الوصفي؟ انه هو عنده القدره على تلخيص البيانات من خلال سنجل فاليو، قيمه واحده. ايش هذه القيم؟ ممكن تكون اما قيم نزعه مركزيه سنترال تندنسي اللي هو المين والميديان والمود، او بالعربي المتوسط والوسيط والمنوال، تمام؟ كذلك ممكن انه انت توصف البيانات بسنجل فاليو ثانيه مختلفه بتمثل الفاريابيليتي، مدى تباين البيانات. مش انت شفت مركز البيانات او متوسط البيانات قديش البيانات هذه بتبعد عن المتوسط، قديش انه هي مختلفه عن المتوسط، قديش متباينه عن المتوسط. فهذه الفاريابيليتي اللي انت ممكن تقيسها باستخدام الستاندرد ديفيشن بالإضافة للإنتر كوارتايل رينج. تمام؟ كذلك عندك الرينج تبع البيانات اللي هو المين والماكس. تقدر إنه أنت برضو تاخد فكرة عن البيانات. يعني على سبيل المثال طلاب الماجستير عندنا كيف أعمارهم؟ ممكن أنا أوصف لك أعمارهم بأحد القيم هذه، إما المتوسط والوسيط والمنوال، تمام؟ ممكن أقول لك إنه البيانات هذه هل هي مشتتة مبعثرة ولا بتتمركز حوالين المتوسط؟ وبرضه كذلك ممكن بالرينج اقول لك اصغر واحد في طلاب الماجستير عمره كذا، اكبر واحد عمره كذا. خلص اخذت فكره، تخيلت، رسمت في مخيلتك صوره عن طلاب الماجستير. برضه نفس هذا الكلام انت ممكن تطبقه على الزبائن. الزبائن عندك
صغار ولا كبار؟ أصغر واحد من الزبائن تبعونا قديش عمره؟ أكبر واحد قديش عمره؟ قديش متوسط أعماره؟ تمام؟ في عندي برضو كذلك مقاييس أخرى ذات أهمية اللي هي الكورتيسس والسكيونس. عادة هذه تستخدم في التوزيع الطبيعي، أو عفوا في توزيع البيانات، بشكل توزيع البيانات. طبعا أنت بتعرف إنه في الإحصاء في عندنا عدة توزيعات للبيانات. إيش التوزيعات اللي مر عليك؟ أو إيش أشهرها على الأقل؟ التوزيع الطبيعي. إيش معنات التوزيع الطبيعي؟ كيف شكله؟ اللي هو عبارة زي عن الجرس. تمام؟ توزيع الطبيعي شكله زي الجرس. هجيت معظم البيانات في العالم، مش كلها، تمام؟ أكيد بطبيعة الحال معظمها تخضع للتوزيع الطبيعي. يعني على سبيل المثال لو أخذنا أطوال البشر، هتلاقي إنه أنت عندك المعظم لو انت رسمت هيك، انت عندك الاكس والواي، تمام، وعندك هنا على سبيل المثال 1.6. انا بحكي للبالغين اكيد بطبيعة الحال، وهنا انت عندك 1.8. ايش معنى التوزيع الطبيعي؟ انه معظم السكان او معظم البشر طولها للبالغين بين الواحد، خلص بالغ خلص، يعني بعد خلينا نقول ال20 مش حيطول اكثر من هيك، خلاص اخذ طول، تمام. فطولهم انه بين ال1.6 و1.8 معظم السكان. في عندك فئه قليله قصار القامه طولهم اقل من 1.6، وفي عندك برضه فئه قليله يعتبروا طوال كتار طولهم اكثر من 1.8. هي معنى التوزيع الطبيعي. خذ أي بيانات في العالم يفترض أن هي تخضع للتوزيع الطبيعي. نفس الشيء بالنسبة لعلامات الطلاب. علامات الطلاب بالعادة أنت في عندك تمام، طبعا علامة النجاح من 60، تمام، والامتياز عندنا من 90. افترض الطبيعي انه يكون في عندك شوية اولاد كسلانين، ممكن ان هم يرسبوا في المساق، هيك الطبيعي، تمام. والاغلب يعني بجيب بين 60 و90، بين المقبول والجيد جدا، والمتوسط تبعهم بيكون انت عندك في المنتصف. عندك هنا اللي هو عبارة عن 75، وفي عندك فئة قليلة بيكون التحصيل العلمي تبعها عالي جدا وبتكون مجتهدة كتير، ممكن انه هي تجيب فوق 90. فجيت هذا التوزيع الطبيعي، لكن قد يكون انه انت عندك لو على سبيل المثال في مساق ما الطلاب كان جابوا كلهم تسعينات، هل هذا الكلام طبيعي؟ بيكون في عندك يعني مستوى استيعاب المعلومات عند الطلاب متباين مختلف، مش كلهم نفس المستوى، مش كلهم تسعينات. معنى ذلك انه على ثلاثة على تعليهاش على الاخر. معنى ذلك انه الامتحان فيه مشكلة،
بيقيس، ما بيقيس مستوى استيعاب الطلبة. الامتحان سهل جدا، قد يكون أن المدرس حللكم يعني أسئلة معينة وقال لكم الامتحان حيجي فيها زيها بالضبط الأسئلة، وبالتالي كلكم جبتوا 90، ما بيعكس مستوى الطلاب. تمام؟ والعكس صحيح، لو كان انت عندك يعني معظم العلامات او المتوسط اقل من 65، معنى ذلك انه معظم الطلاب راسبين، في مشكلة في الامتحان، مدرس جاب امتحان ما بنحلش، او الطلاب قرروا انه هم يعني ما يجاوبوش ولا سؤال في الامتحان، بيتحدوا المدرس، في مشكلة ما، يا في الامتحان يا في المدرس يا في الطلاب. تمام؟ ونفس الشيء بالنسبة ل انه لما يكونوا كل الطلاب جايبين منهم كثير، فالطبيعي انه انت في عندك طلاب تحصيل العلمي تبعهم كثير كبير، في عندك طلاب متوسط، في عندك طلاب تحصيل العلمي تبعهم ضعيف. تمام؟ فهي يعني توزيع البيانات، ممكن انه انت تطبقه على اي بيانات في العالم، ممكن انه انت تطبقه على اي بيانات في العالم. انه يفترض انه بتقول انه انه هي بتخضع للتوزيع الطبيعي. فهلقيت نرجع على للنقطة تبعتنا، فهمنا ايش توزيع البيانات. تمام؟ ايش الكورتيسس والسكيونس؟ الكورتيسس هي فعليا انه بتقيس مقدار التفلطح في البيانات. فالتوزيع الطبيعي شكله زي هيك، زي ما انت شايف هنا. تمام؟ لما يكون في عندك متفلطح بشكل كتير كبير، معنى ذلك انه الكورتيسس حيكون بالماينس، وهنا اذا كانت متمركزة هنا حيكون الكورتيسس حيكون بالموجب بهذا الشكل، هذا الكورتيسس. لو رجعنا هنا وطبقنا هذا الكلام على علامات الطلاب، هذا الارتفاع اللي هنا بيمثل أعداد الطلاب اللي محصلين 75، وهنا أعداد الطلاب اللي مجايبين 74، وعلى اليمين اللي جايبين 76. فبالتالي أنت زي ما أنت شايف هنا الأعداد أعداد معينة، فلما يكون المنحنى شكله بهذا الشكل، معنى ذلك أنه بزيد تمركز العلامات مثلا في منطقة معينة زي هيك، لكن لما يكون المنحنى شكله زي هيك، معنى ذلك انه انت عندك في عندك جزء كبير من العلامات بهذا الشكل. بالضبط، صار في عندك توزيع، هدول اللي فوق هنا يتوزعوا هنا وهنا بهذا الشكل. هذا السكيونس، عفوا الكورتيسس. اما السكيونس، المنحنى هذا الشكل الطبيعي زي هيك، شفنا الشكل تبعه. تمام؟ فحكيت المركز تبعه ممكن يكون في المنتصف. فبالتالي السيمتريكال ديستريبيوشن بيكون انت عندك الوسط والوسيط والمنوال بيكونوا موجودين وين؟ في المركز، كلهم في نفس النقطة. توزيع متماثل. هنا بيكون انت عندك بوزيتيف سكيونس، بيكون المنحنى رايح هيك شوي. هذا احنا لو طبقناه على العلامات على سبيل المثال، هذا بيعكس انه مثلا ممكن يكون انه معظم الطلاب راسبين، او معظم السكان قصار القامة. على النقيض النيجاتيف سكيونس راح تلاقي شكل المنحنى زايح لهيك باتجاه اليمين. في هذه الحالة يعني لو طبقنا هذا الكلام على علامات الطلاب، حتلاقي انه معظم الطلاب علاماتهم عالية، او معظم السكان طوال القامة. تمام؟ وهذا الكلام انت ممكن انه انت تطبقه على مثلا على سبيل المثال على عدة بلدان. يعني على سبيل المثال هذا الشكل ممكن انه هو يعبر عن طول السكان في آسيا. يعتبر قصار القامة نوعا ما. على النقيض انت عندك هنا
انه هذه السكان في هذه المنطقه طوال جدا، زي بلدان زي هولندا مثلا على سبيل المثال، هولندا فيها اعلى متوسط لطول السكان، فالاشخاص اللي هناك طوال كتير. تمام، هيك سيمتريكال. سيمتريكال انه الطول معقول، معظم السكان طولها بين 1.6 و 1.8، حتلاقي عندك فئة قليلة قصيرة وفئة قليلة طويلة جدا. تمام، فهذا السكيونس. نيجي لتعريف السنترال تندنسي، المقاييس هذه اللي هو الارثماتيك مين او المتوسط الحسابي. المتوسط الحسابي اللي هو مجموع القيم على عددها، وبيعبر يعني يتم التعبير عنه بالسميشن للاي بتساوي 1 لغايه الان، ان هي عدد القيم. تمام، للاكس اي، الاي هو عباره عن الاندكس تبع القيمه. في انت عندك عده قيم، 20 قيمه، 40 قيمه، 100 قيمه، 100,000 قيمه. فالتعبير الرياضي لها بتعبر عن هيك على شكل سميشن بهذا الشكل، والتقسيم على العدد هي 1 على ان، تقسمهم على عددهم. تمام، طيب الاكس هذه شو الرينج تبعها؟ شو الرينج تبع البيانات تبعتها؟ اللي هو الاعداد الحقيقيه، زي ما احنا حكينا انه انت عندك الطول قد يكون 1.6 1.67 1.83، فبالتالي هذه عباره عن السبيس تبع البيانات، ايش بتاخذ قيم. تمام، هذا المين. في عندك الميديان اللي هو الوسيط، هو فعليا القيمة اللي بتتوسط البيانات. ايش يعني بتتوسط البيانات؟ بدك ترتب البيانات ترتيب تصاعدي، ترتيب مهم جدا. تمام، بدك تختار نقطة تكون في المنتصف، على يمين النقطة هذه راح يكون في عندك عدد، وعلى الشمال نفس العدد، يعني عدد القيم اللي على الشمال لازم يساوي عدد القيم اللي على اليمين. في هذه الحالة أنت بيكون عندك هذا الوسيط. طب لو عدد البيانات زوجي، تأخذ القيمتين اللي في النص وممكن تأخذ المتوسط تبعهم. تمام، فهذه القيمة اللي بتتوسط البيانات. أما المود أو المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا أو الأكثر ظهورا عندك في البيانات. راح نأخذ مثال على هذا الشكل. اما بالنسبه للفاريابيليتي، هو انت بتقيس فيه قديش مقدار انتشار البيانات، سبريد انتشار البيانات. هل البيانات متمركزه حول المتوسطات، المين المتوسط والوسيط والمنوال، ولا مبعثره منتشره؟ تمام، هيك بتاخذ فكره عن البيانات. كيف ممكن انه انت تقيسه؟ بتقيسه فعليا من انه انت تجيب حاصل الفرق بين كل قيمة XI والمتوسط. يعني فعليا انت كيف بدك تجيب انحراف القيم عن المتوسط؟ هو فعليا الستاندرد ديفيشن او الانحراف المعياري، انه انت بتجيب انحراف كل قيمة عن المتوسط وبتاخذ المتوسط تبعه تبع هذه الانحرافات. يعني تخيل معايا انه انت طولك 1.83، المتوسط 1.75، قديش انت بتنحرف عن المتوسط؟ 1.83 ناقص 1.75. تمام، فالكلام هذا بتعمله لكل البيانات، بعدين بتجيب المتوسط تبعه، وكأنه انت بتجيب متوسط للانحرافات، متوسط انحراف البيانات عن المتوسط. تمام، طبعا هنا هذا الكلام بعد ما انت تجيب حاصل الفرق بتربعه، لانه قد يكون حاصل الفرق موجب او سالب، قد يكون حاصل الفرق موجب او سالب. تمام، المثال اللي احنا حكيناه انت طولك 1.83 ناقص 1.75 حاصل الفرق موجب، لكن لو كان طولك 1.63 بدك تطرحها من 1.75 حيطلع عندك الناتج بالسالب، فعشان هيك بنربع.
وما دام ربعت بدنا نرجع نحط تحت الجدر مرة ثانية. فعشان هيك انت بتلاقي هنا التربيع وهنا عندك تحت الجدر، او ممكن تاخذ القيمة المطلقة. تمام. طبعا الكلام هذا ما دام انت بتاخذ متوسط الانحرافات لازم تقسم على عدد القيم، بس هنا عدد القيم ناقص واحد لانه انت بدك تشيل المتوسط منهم. تمام. المقياس التالي في الفاريابيليتي هو الانتر كوارتايل رينج او الاي اي كيو ار، عشان تعرف ايش معناه بدنا نعرف اول حاجه البيرسنتايل. تمام. ايش هو البيرسنتايل؟ هو القيمه اللي بتكون نسبه معينه، يعني البيانات بتقع تحتيها. تمام. والانتر كوارتايل هو عبارة عن حاصل الفرق بين ال 75% بيرسنتايل وال 25 بيرسنتايل. حكيت خلينا نعرف البيرسنتايل أول بعدين بنرجع للتعريف. حكيت البيرسنتايل يعني على سبيل المثال أنت عندك الكيس بيرسنتايل، تخيل إنه الكيس بيرسنتايل أنت عندك عبارة عن هاي القيمة تبعته إكس. ايش معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك انه كي في المية من القيم اقل من اكس، والباقي اللي هي واحد ناقص كي اكبر من اكس. برضو مش واضح صح؟ المثال بيوضح هذا الكلام. تخيل انه القيمة هي بتمثل عبارة عن السلر. لما احكي انه ال 25 بيرسنتايل عبارة عن 100,000، هذا الراتب السنوي. تمام؟ ايش معنات هذا الكلام؟ القيم اللي تحت 25%، لا 25% من الشركات رواتب الموظفين تبعونها اقل من 100,000، 100,000 او اقل. والعكس صحيح، ايش اللي هو العكس؟ ال 75% اللي هو الباقي من ال 25، ال 75 انه بتكون اعلى من 100,000. واضح؟ كمان مرة، لما احكي انه ال 25 بيرسنتايل لرواتب الموظفين السنوي هو عبارة عن 100,000، معنى ذلك انه 25% من الشركات انه بتدفع على الموظفين 25 فاقل، عفوا 100,000 فاقل، والباقي باقي الشركات اللي هي قديش نسبتها 75 بتدفع 100,000 أعلى. مثال ثاني، 50 بيرسنتايل قديش قيمته؟ 115. معنى ذلك انه انت عندك 50% من الشركات تدفع 115 او اقل or less، والباقي اللي هي عبارة عن برضو 50% تدفع 50 115 فأكثر. تمام. ونفس الشيء بالنسبة لل 75 بيرسنتايل. اوكي، هكيت هذا الكلام. انت كيف ممكن انه انت تستفيد منه؟ كيف ممكن تستفيد من هاي الشغلة؟ ممكن تستفيد منها في كثير شغلات. مش انا ضربت لك مثال على سبيل المثال انه افترض انه انت بدك تشتغل على ملفات بي دي اف انستراكشر داتا. تمام. وهدول عددهم 100 ملف، انت مفكر انه حجم الملفات صغير او يعني انه عدد الملفات صغير؟ قد يكون احجامها كبيره. ايش يعني هذا الكلام؟ ممكن يكون الملف الواحد حجمه 40 ميجا، فبالتالي أقل يعني عدد الصفحات اللي فيه ممكن تكون 10,000 صفحة أو 1,000 صفحة. بالتالي عدد الصفحات اللي أنت بدك تعالجها في هذا الملف كبيرة. فأنت لما تاخذ فكرة عن البيرسنتايل، يعني لو لقيت إنه ال 75 بيرسنتايل بتساوي 3،
إيش معنى هذا الكلام؟ إيش نفسر لي إياها زي ما فسرنا لما أقول لك ال 75 بيرسنتايل بتساوي 3 ميجا بايت. فبالتالي معظم الملفات صغيرة. أنا عندي أكم من ملف حجمهم كبير. فبالتالي بالبرسنتايل هذه فعلا أنت بتاخذ، يعني أنت ممكن إنه أنت تخاف في الأول وقول لك إنه أنت طلعت على الرينج تبع البيانات اللي هو إحنا حنحكي عليه في السلايد الجاية المينيموم والماكسيموم، لقيت إنه أقل ملف حجمه 1 ميجا، أكبر ملف حجمه 40 ميجا، قلت 40 ميجا وطلعت على المتوسط ما اعطاكش يعني قيمة، فأنت بدك تشوف يعني هل معظم الملفات صغيرة ولا مش صغيرة؟ ممكن بالبرسنتايل ممكن انه انت تعرف تحدد الشغله هذه وتاخذ قرار تعمل ديسيجن على هذا الاساس. تمام، كنا نثبت البيانات، حكيت هو بروح بعد القيم، انت مثلا بدك على سبيل المثال تختار قيمه معينه. بالضبط، بدك تختار قيمه. ليش اخذ ايش انت عشان حتربع عشان دي مش سالب بعدين الدفع السالب يعني التربيع والشغل حكيت انت لو بدك سالب 2 ده مع 17 سالب 2 بس هو قيمه سالب 2 طيب وانا معك قلت 17 تمام لا لا الانحراف المعياري بيتاخد الجذر للمتوسط. بالضبط، الجذر يعني بيتاخد للمتوسط مش ل يعني مش بس عشان الطير السالب، لانه انت في عندك شغلتين في الفاريابيليتي، في عندك الانحراف المعياري، في عندك السيجما والستاندرد ديفيشن. لقيت السيجما بدون السكوير بدون عفوا الجذر التربيعي، فانت في عندك قيمتين، واحده بجذر واحده بدون جذر، فانت ممكن انه انت يعني حسب انه انت ايش بدك اي قيمه. تمام، لكن الشائع استخدامها هي الستاندرد ديفيشن، فانت بتاخذ الجذر للمتوسط. طبعا الجذر للمتوسط يعني في العاده هذه الشغله احنا حتمر علينا في الايرور لما بدي اجي انا احسب مثلا على سبيل المثال احنا بنحكي انه الكلاسيفيكيشن كيف بنقيمه وبنقيمه بالاكيوريسي. لو انا عندي على سبيل المثال 100 فاكهه تمام جابهم كلهم صح ما عدا مثلا 10، بالتالي النسبه تبعتها 90%. اما اذا كان انت عندك تعمل بريدكشن للنمبر فانت بدك تحسب ايرور، يعني على سبيل المثال انت تنبأت انه سعر السهم مثلا على سبيل المثال راح يكون 13 دولار سعره كان 11 دولار، قديش الايرور؟ 2. تمام؟ هلقيت انت لما بتجيب المتوسط، متوسط الايرورات راح يكبر كثير كبير. فانت عشان تاخذ يعني مقياس انت لما تحطه تحت الجذر بصغر عندك الايرور. فعشان هيك لما انت تاخذ الجذر للايرورز عادة او لقيم الانحرافات، لانه هذه عبارة عن قيم انحرافات على المتوسط، لما تاخذها تحت الجذر بتصغر شوي، يعني بتصير نسبيا بحكي. تمام، طيب نرجع هنا للانتر كوارتايل رينج. الانتر فهمنا البيرسنتايل عرفنا. تمام، فهو الانتر كوارتايل رينج ايش بحكي لك؟ النسبه او عفوا الفرق بين ال 75 بيرسنتايل وال 25 بيرسنتايل. بتجيب قديش هذا الرقم تبعه وهذا قديش الرقم تبعه، بتجيب الرينج هذا اللي هو الانتر كوارتايل رينج، الرينج تبع البيانات. انت فعليا بتشوف مدى البيانات ايش المينيموم وايش الماكسيموم، فعليا انت بتاخذ فكره اصغر كاستمر قديش عمره، اكبر كاستمر قديش عمره. تمام،
في الحقيقة إنه المينيموم والماكسيموم بالإضافة على إنه هو بيدي لك فكرة فعليا إنه بيعطي لك انطباع إذا كان في عندك إنه البيانات فيها خلل أو لا. فأنت في بعض الأحيان إذا ما قدرت إنه أنت تجيب الرينج الماكس والمين، مع ذلك إنه في قيم مفقودة في البيانات، أو مثلا في البيانات هذه إنه كوربتت مش قادر تجيب إيش أعلى قيمة أو أقل قيمة، فبالتالي بدك تنظف البيانات أولا بعدين بتجيب المين والماكس. فبالتالي هو مؤشر انه انت عندك العمود هذا او القيم اللي موجودة هنا فيها خلل او لا. مثال، المثال افترض انه انت عندك مجموعة من القيم العشوائية على الكيبورد، طيب مرة تضرب 1 2 1 1 3 4 5 2 3 عشوائي، قديش عددهم هذول؟ انت قاعد تعدهم؟ بدي توصف لي هذا البيان. تخيل انه انت عندك بيانات مثلا اعمار الزبائن او متوسطات يعني انفاق الزبائن، فانت بدك تاخذ فكرة عنها. فبالتالي انت ممكن تستخدم الاحصاء الوصفي اللي هي مقاييس النزعة المركزية Central Tendency. أنت عندك متوسط 4.4، الميديان الوسيط 4، تمام؟ فزي ما حكينا بدك ترتب، تعمل سورت للبيانات، ترتبها تصاعدي، تختار القيمة اللي في النص من ناحية الترتيب. عدد الأرقام على اليمين لازم تكون نفس عدد القيم اللي على الشمال، تمام؟ المود اللي هو المنوال القيمة الأكثر تكرارا اللي هي 1، قديش الكاونت تبعها؟ كررت 14 مرة. الفاريابيليتي الانحراف المعياري انه المتوسط كان 4.4 ومعظم القيم يعني متوسط انحراف القيم 2.2. الرينج انا عندي المينيموم 1 والماكسيموم، المينيموم 1 والماكس 9، تمام؟ فبالتالي فعليا هذه البيانات كلها انت وصفتها ب كم قيمه؟ 6 قيم، تمام؟ اخذت فعلا فكره عنها وتعرفت عن هذه البيانات. اوكي، بعد ما استكشف، بعد ما استخدم الاحصاء الوصفي للبيانات بروح بستخدم الداتا فيجواليزيشن، تمام؟ هذا الاسلوب الثاني لاستكشاف البيانات بعد استخدام الاحصاء الوصفي، هو تصوير البيانات. انت تعمل فيجواليزيشن للبيانات، تمام؟ طبعا الفيجواليزيشن الصوره بتعبر عن اكثر او 1000 كلمة. أضلني أنا ممكن أضلني أحكي لك أحكي لك أحكي لك، بس أحط لك صورة معينة، ممكن الصورة هذه بتعبر عن 1000 كلمة. طبعاً أهمية الفيجواليزيشن في دماغ الإنسان بتم معالجته أسرع بكتير من المعلومات النصية. دماغ البشر، تمام؟ أنت لما تعرض عليه معلومة بشكل مرئي بشكل فيجوال بيستوعبها بشكل أسرع. يعني ممكن أنت تأخذ على سبيل المثال 60 نانو ثانية عشان أنت تستوعب معلومات نصية، حتأخذ 10 نانو ثانية عشان أنت تستوعب معلومات تم تمثيلها بشكل مرئي. أسرع استخدام الفيجواليزيشن بيوصل المعلومة بشكل أسرع، كذلك ببسط المعلومات المعقدة، بيورجي لك الأنماط، تمام؟ كذلك أسرع إنه أنت تستوعبها، وبرضه بتعلق في الذاكرة أكثر بكتير من المعلومات النصية اللي هي الـ Information Retention، استرجاع المعلومات أو استبقاء المعلومات أنت عندك، تمام؟ طيب ايش انواع الفيجواليزيشن اللي انت ممكن انه انت يعني تستخدمه؟ انت عندك انواع الفيجواليزيشن
عندك ثلاث أنواع، واضح عندكم يا شباب؟ عندك الترند، بدك تستكشف ترندز، تمام، أو بدك تستكشف علاقات بين متغيرات، تمام، أو بدك تشوف توزيع البيانات. توزيع البيانات إحنا شفناه، اتفقنا أن البيانات بتخضع لتوزيع معين، أكثرها شيوعا هو التوزيع الطبيعي، شفنا كيف شكله. هل في توزيعات ثانية غير التوزيع الطبيعي؟ في. فكيف بدك تستكشف توزيع البيانات؟ بدك ترسمها، تعملها بلوت. بدك تستكشف ايش الترند تبع البيانات، ايش النمط تبعها، بدك تستخدم حاجه اسمها لاين بلوت. اما الريليشن شيبس عاده بتكون بين اكثر من متغير، تمام. يبقى هنا انت ممكن تطبق الترند على متغير واحد او اكثر، والديستريبيوشن ممكن تطبقه على متغير واحد او اكثر، تمام، لكن الريليشن شيب لازم تكون بين متغيرين على الاقل، تمام. بدك تكتشف العلاقة بين متغيرين. ايش البلوتس اللي موجودة؟ انا عندي سكاتر بلوت وريج بلوت والهيت ماب والبار بلوتس. خلينا نشوفهم واحدة واحدة. اول حاجة اللاين بلوت، تمام. في اللاين بلوت عادة لازم انه انت يكون في عندك تايم ستامب في البيانات. اذا ما فيش تايم ستامب ما بتقدر انه انت تعرض او تستخدم اللاين بلوت. فعليا انت بتشوف الترند تبع البيانات او شو النمط العام تبع البيانات من خلال اللاين بلوت. لاحظ انه اللاين بلوت هذا لا كم متغير، هو لمتغير واحد ولكن في عدة مدن، درجة الحرارة في عدة مدن، اللي هو ديث فالي، وادي الموت، هيوستن، سان دييغو، شيكاغو، تمام. درجات الحرارة هي إطار الزمن اللي أنا بحكي عنه، تايم ستام. أنت عندك جون، أبريل، جولاي، أكتوبر، ترجع مرة ثانية ليناير، وعندك هنا درجة الحرارة بالفهرنهايت. باللاين بلوت انت بتقدر تعرف النمط، خلص استوعبت. انت لو ضليتك تدقق في درجات الحراره للبلدان هذه وتطلع على الجدول عمرك ما حتصل للمعلومه هذه، لكن بالفيجواليزيشن قدرت انه انت تستوعب انه الديث فالي في اعلى درجه حراره في كل الاشهر. انت لو جيت تطلع هنا 46 هنا 67 هنا كذا، مش هتقدر تستوعب هذا الكلام. بالبلوت بنظرة واحدة على طول قدرت تعرف انه وادي الموت في اعلى درجة حرارة في كل اشهر السنة. صحيح، انت عندك في يناير انه درجة الحرارة اكستريم، يعني معظم ايام السنة ما عدا يناير انه بتكون درجة الحرارة فيه اكبر ما يمكن. في يناير بتنزل درجة الحرارة يعني زمهرير، زي الصحراء بالضبط. الصحراء درجات الحرارة فيها متطرفة، يعني في النهار ممكن تصل الحرارة أنت عندك لخمسين درجة مئوية، ممكن في الليل تصل لناقص عشر. في النهار بتموت من الحر وفي الليل بتموت من البرد، تمام. فهذا النمط أنت قدرت أنه أنت تستكشفه، أوكي. في أنت عندك مناطق زي شيكاغو مثلاً بتلاقي انه فيها درجات الحرارة متدنية جدا، تمام، وقتيش انه هي بترتفع في جولاي. هيو هذا الخط شايفه، هو ادنى درجة حرارة موجودة، تمام، لكن في جولاي انه بيرتفع وبصير حتى اعلى شوية من سان دييغو، تمام. فبالتالي هذا اللاين بلوت انت ممكن تستخدمه في اشياء زي، برضو ممكن تستخدمه انت عندك في المبيعات. زي ما انت شايف انت عندك المبيعات على طول السنة، كل لاين بيمثل برودكت معين، برودكت واحد اثنين ثلاثة. هذا النمط انت ممكن تقول انه بداية السنة كانت المبيعات انا عندي متقلبة، شوي بيطلع شوي بينزل، تمام، بعدين بعد شهر ابريل استقرت الارقام. ايش معناته استقرت؟ مش معناته انه تحسنت، استقرت انه صار في عندك انه برودكت واحد واثنين
او عفوا برودكت 3 و1 تمام، صار في عندك يعني زياده في المبيعات تمام، 2 صار في عندك نزول ولكن مش نزول حاد يعني زي هيك. لما تضليتك تطلع على ارقام المبيعات كارقام عمرك ما حتصل للخلاصه هذه. فعشان هيك الفيجواليزيشن نستخدمه بشكل كتير كبير في استكشاف البيانات. الهيت ماب، الهيت ماب عادة انت بتعمله بين متغيرين، انت بتلون يعني بتعمل خريطة تمام، والخريطة هذه بيكون فيها ألوان، والألوان هذه فيها تدرج، كل ما كان اللون مثلا على سبيل المثال داكن بيمثل شغلة معينة، كل ما كان فاتح بيمثل شغلة تانية. يعني على سبيل المثال انت عملت طيف من الألوان مش داكن وغامق، عملت هنا طيف من الألوان تمام، فهنا لما تكون درجة الحرارة 100 بتكون انت عندك اللون بهذا الشكل. طيف الألوان بيتدرج لغاية 40 درجة مئوية. فأنت ممكن تعمل أشهر السنة زي هيك تمام، وانت عندك المدن بهذا الشكل. فأنت ممكن انه انت تشوف يعني درجات الحرارة انه كل ما كان انت عندك اللون فاتح اكتر كل ما كان درجة الحرارة اعلى. فبالتالي هنا بالهيت ماب واضح جدا انت عندك انه الديث فالي فيه اعلى درجات الحرارة. وين اقل درجات الحرارة؟ اللي فيها المنطقة او يعني الخانات الداكنة في شيكاغو تمام. لو احنا حكيت لك انه وين ايش هي المدينة اللي بيكون فيها درجات الحرارة يعني اقل ما يمكن معظم السنة تمام، شيكاغو بتكون واضحة عندك فيها. وهذا الكلام ممكن انه انت تسويه للكوريليشن. كوريليشن احنا شرحناه سابقا، حكينا انه هو بيمثل يعني معامل الارتباط، بيمثل العلاقة بين متغيرين والرقم تبعه او القيمة تبعته بين الناقص 1 والواحد. اذا كانت 0 بتكون ما فيش علاقة، ناقص 1 او 1 بهذا الاتجاه بيكون يا يعني علاقة عكسية او طردية. فانت زي ما انت شايف هاي الكوريليشن انت عندك او الهيت ماب للافريج ارايفل تايم. هذا بالمناسبة مش هذه للارايفل تايم مش للكوريليشن. انت عندك الخطوط الايرلاينز، هي انت عندك هنا خطوط الايرلاينز وهذه بتمثل الاشهر، والقيمه اللي موجوده في المنتصف ايش بتمثل؟ بتمثل الديلي في الارايفل تايم، يعني هل الرحله هذه وصلت في موعدها ولا كان فيها ديلي تمام. هل جيت كل ما كان اللون فاتح اكثر معنى ذلك انه كان التاخير اكبر، كل ما كان داكن بيكون ما فيش تاخير. حتى بتلاحظ انت عندك صفر وفي عندك ماينس 5 وصلت قبل الموعد، يكون الطريق مسهلة معها اجت تمام، فيش زحمة او ماشي على دحلة بالجو تمام. فبتلاحظ انت عندك هنا وين الالوان الفاتحة، وين خطوط الطيران اللي فيها الوان فاتحة؟ هيو الانكي، لا تطلعش على الاشهر. وين 27؟ اه انت بتطلع على القيم، لا انت تطلع لي على العمود ككل. العمود هذا بيمثل الديلي او يعني الارايفل تايم ديلي تمام، لخطوط طيران معينه لشركه طيران معينه طول السنه. هيو شهر 1 2 3 4 لغايه شهر 12. فبالتالي طلع لي على العمدان الفاتحه، وين العمدان الفاتحه؟ ايش هي الخطوط الطيران؟ الان كي هذه فيها يعني مناطق فاتحه كثير. ايش كمان عندك؟ الاف 9 برضه فيها خطوط او نقاط فاتحه كثير. معنى كيف؟
الحروف مش مبينة. يعني انت واضح جدا انت عندك هاي وهاي، فيها عندك اكثر المناطق الفاتحه، الفاتحه هاي، هاي عندك واحد اثنين ثلاثه اربعه تمام، وهذه انت عندك هاي واحد اثنين ثلاثه اربعه، فهدول اكثر خطوط الطيران اللي فيهم تاخير تحجز فيهم لو انت كنت مستعجل تمام، لو انت كنت مش فارقه معك في شيء وراك مواعيد وهم ارخص في الخطوط، فبالتالي انه يعني اوكي ممكن تروح تحجز فيهم اوكي. فبالتالي الهيت ماب انت عندك يعني شغلات كثيره ممكن انه انت تقراها من هذا الفيجواليزيشن. الرقم اللي تحت هو خط الطيران، مش رقم، عباره عن رمز، خط الطيران، شركه الطيران، شركه الطيران تمام. طيب كذلك نرجع هنا وين على ايش انواع الفيجواليزيشن، وشفنا اللاين بلوت ايش حكينا ممكن تفهم منه، ممكن تفهم منه التريند، وكذلك شفنا الهيت ماب ممكن تستكشف فيه علاقات بين اكثر من متغير تمام. برضه من ضمن الشغلات اللي انت ممكن انه انت تعرض فيها العلاقه بين المتغيرات اللي هي البار بلوت، هاي البار بلوت، فانت ممكن على سبيل المثال تعرض المعلومات هذه تمام باستخدام البارز. يعني على سبيل المثال عندك خطوط طيران اسمها سبيريت ايرلاينز، بدك تشوف تأخير الرحلات فيها بالنسبة لأشهر السنة، إيش بتلاحظ إنه أنت عندك أكثر شهر بيكون فيه تأخير؟ شهر ستة موسم، بيكون فيه ازدحام في المطارات أصلاً، ممكن التأخير هذا بيكون بسبب إنه في طيارة تانية هو يوصل على الموعد للمطار تمام، بس بحوم قاعد حواليه، ليش؟ بستنى الإذن إنه ينزل، المطار المدرج مشغول، في طيارة تانية قاعدة إنه هي بتنزل. فبالتالي طبيعي جدا انه في شهر 6 في موسم يعني ذروه الرحلات انه يكون في عندك شويه تاخير في الرحلات تمام. فبالتالي القراءات هذه من البار بلوتس انه انت بتقدر انه تستوعبها. برضو كذلك ممكن البار بلوت انه انت تمثله يعني انه انت تقدر تعرف توزيع الطلاب والطالبات في كليات متعدده زي الاي تي والطب والهندسه والبزنس، فبالتالي الميل والفيميل بتروح تعملهم كل واحد عمود وبتقدر تشوف الشغلة هذه. والبروبوشنز برضو انه انت ممكن انه انت تشوف على سبيل المثال المبيعات، انت عندك المبيعات هنا مقسمة في الربع الاول في الربع الثاني في الربع الثالث في الربع الرابع، وقتيش اكتر فترة في السنة انت بتحقق اعلى مبيعات تمام. فانت هنا واضح جدا انه انت في الربع الاول من السنه بتحقق على سبيل المثال 59% من المبيعات، وهذا الكلام الباي بلوت البروبوشنز هذه ممكن انه انت تمثله برسمه اسمها دونات، هذه شكلها شكل الدونات تمام، وهذه شكلها باي فطيره، هذه فطيره وهذه دونات تمام. ممكن تستخدم الفطيرة والدونات في تمثيل البيانات، هذا إذا ما أكلتهم مش أصلا. البروبوشنز برضو ممكن تستخدم حاجة اسمها الستاك بارز، بدل ما تحط الأعمدة جنب بعض بتحطهم فوق بعض، فبالتالي أنا بدي أمثل عدد الطلاب في المستوى الأول ليفل واحد ليفل اثنين ليفل ثلاثة، المستوى الأول والثاني والثالث لكل كلية، فبالتالي هاي أعداد الطلاب في كل كلية تمام، ومثلته إنه
في كليه الاي تي طلاب المستوى اول اكثر حاجه، تمام بهذا الشكل. فهي الستاك بارز. الديستريبيوشن ممكن تشوف توزيع البيانات، هل هي توزيع طبيعي ولا مايل شويه زي هيك السكيونس والكورتيسس تبعته، تمام. فممكن انه انت تعمل هيستوغرام، تقدر انه انت تشوف توزيع البيانات، او تعمل حاجه اسمها دنسيتي بلوت، تمام. الدنسيتي بلوت ممكن انه انت تاخذ بعين الاعتبار، يعني تاخذ متغيرين. كيف؟ صحيح، بس بتعمله لمتغير واحد. يعني هذا الكلام انا ممكن اعمله لعلامات الطلاب، تمام. فبروح بقسم علامات الطلاب لفترات، مثلا كل فتره تمثل 5 درجات. فبروح بجيب كم طالب جاب مثلا من 60 ل 65، 7 طلاب، برسم عمود الارتفاع تبعه 7. كم طالب جاب من 65 ل 70؟ 20 طالب، برسم عمود ارتفاعه 20، وهكذا، تمام. الدنسيتي بلوت ممكن تعمله لمتغير واحد اللي هو زي البيتا لينث مثلا، وتاخذ بعين الاعتبار يعني متغير ثاني. هنا انت عندك المتغير الثاني انه بيمثل في 3 فئات، فبالتالي بتكون واضح جدا انه انت عندك هذا الكلاس انه البيانات شكل التوزيع تبعها زي هيك، بينما هدول التو كلاسز فيهم تداخل بهذا الشكل، تمام. خلينا نتوقف هنا، والمحاضرة الجاية بنكمل.